الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع مصحف القراءات التعليمي مع صفحة رقم 11. قوله تبارك وتعالى: ما هي، يقف يعقوب بهاء السكت، ما هي؟ قوله تعالى: تثير الأرض، قرأ ورش بتركيك الراء وتفخيمها تثير أو تثير. قال الشاطبي رحمه الله: ورقك ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. وقرأ الباقون بتفخيمها. وقرأ ورش الأرض بنقل حركة الهمزة وقفا ووصلا الأرض. وقرأ حمزة بخلف عن خلاد. وقرأ الباقون بالتحقيق الأرض، ولحمزة في حالة الوقف وجهان: النقل كورش الأرض والسكت الأرض. قوله تبارك وتعالى: قالوا الآن، قرأ ورش وابن وردان قالوا الآن بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها الآن، ولورش في الهمز القصر الآن والتوسط الآن والمد الآن. وقرأ حمزة بالسكت بخلف عن خلاد الآن. وقرأ الباقون بالهمز وعدم السكت الآن. قال الشاطبي رحمه الله: وما بعد همز ثابت أو مغير فكسر، وقد يروى لورش مطولا، إلى أن قال: وما بعد همز الوصل إيت وبعضهم يؤاخذكم الآن مستفهما تلا. قوله تعالى: آياته، آمنوا، قرأ ورش بتثليث البدل 2 و4 و6 آياته آياته آياته. قوله تعالى: فهي، قرأ قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر بإسكان الهاء فهي. قال الشاطبي رحمه الله: وها هو بعد الواو والفاء ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلاء، الراء للكسائي والباء لقالون والحاء لأبي عمرو. وقال ابن الجزري في الضرة: هو وهي يمل هو ثم هو أسكنا أد، الهمزة لأبي جعفر. وقرأ البكون فهي بالكسر وهي قراءة يعقوب مخالفا أصله أبا عمرو. قال ابن الجزري رحمه الله: وحمل فحرك الحاء ليعقوب، يعني أنه يحرك الهاء. وإذا وقف يعقوب فإنه يقف بهاء السكت فهي. قوله تعالى: عما تعملون، قرأ ابن كثير عما يعملون بالياء المثناة التحتية. قال الشاطبي رحمه الله: وبالغيب عما تعملون هنا دنا، الدال لابن كثير. وقرأ الباقون: عما تعملون بالتاء الفوقية. قوله تعالى: قالوا آمنا، قرأ ورش بتثليث البدل آمنا آمنا آمنا. قوله تعالى: بعضهم إلى ربكم أفلا، قرأ قولون بصلة الميم مع الكسر والتوسط والإسكان، بعضهم إلى، بعضهم إلى قصر، بعضهم إلى، ومثلها كلمة ربكم إلى سكون، ربكم أفلا قصر، ربكم أفلا توسط. وقرأ ورش بالصلة مع المد 6 حركات، بعضهم إلى ربكم أفلا. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة مع الكسر قولا واحدا، بعضهم إلى ربكم أفلا. وقرأ خالف عن حمزة بخلف عنه بالسكت، بعضهم إلى سكت، بعضهم إلى بدون سكت، ربكم أفلا سكت، ربكم ربكم أفلا بدون سكت. قال الشاطبي رحمه الله: وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، ابن كثير. وقالون بتخييره جلاء له الوجهين الإسكان والصلة. ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، الوصل الورش مع الإشباع للمد المنفصل. وأسكنها الباقون بعد لتكملا، وقرأ الباقون بالإسكان وعدم الصلة المقلل والممال. قوله تعالى: شاء، قرأ ابن ذكوان وحمزة وخلف بالإمالة.
شيئا، وقرأ الباقون بالفتح شاء. وإذا وقف عليها حمزة وهشام أبدل الهمزة ألفا مع القصر شاء، والتوسط شاء، والمد شاء. ثلاثتها يعني قصر توسط والمد، ثلاثتها مع السكون المجرد. قوله تعالى الموتى، قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة الموت، وقرأ ورش بالفتح الموتى، والتقليل الموتى، وأبو عمرو بالتقليل الموتى، والباقون بالفتح الموتى. قوله تبارك وتعالى قسوة، قرأ الكسائي بإمالة الهاء عند الوقف قسوه، وقرأ الباقون بالفتح قسوة. الإدغام الصغير والكبير، قوله تعالى بعد ذلك، قرأ السوسي بإدغام الدال المهملة في الذال المعجمة بعد ذلك، وقرأ الباقون بالإظهار بعد ذلك. الإدغام بغير غنة، قسوة وإن، قرأ خلف عن حمزة بعدم الغنة في عند الواو قسوة وإن، وقرأ الباقون بالغنة قسوة وإن. الإبدال، قوله تعالى جئت، قرأ السوسي أبو جعفر بالإبدال جيت، وكذلك حمزة عند الوقف جيت، وقرأ الباقون جئت بالهمز. قوله تعالى فدارأتم، قرأ السوسي أبو جعفر فدارأتم بإبدال الهمزة الساكنة ألفا وقفا ووصلا، وأبدلها حمزة وقفا، والرسم بغير ألف بعد الدال وبعد الراء. قوله تعالى يؤمن، قرأ ورش والسوسي أبو جعفر بإبدال الهمزة الساكنة واوا وقفا ووصلا يؤمن، وكذا حمزة عند الوقف يؤمن، وقرأ الباقون بالهمز يؤمن. صلة الهاء، اضربوه ببعضها ما عقلوه وهم، قرأ ابن كثير بصلة الهاء بواو مادية اضربوه ببعضها ما عقلوه وهم، وقرأ الباقون بغير صلة اضربوه ببعضها ما عقلوه وهم. والحمد لله رب العالمين.